فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. وفي الجملة: فالخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق، وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وبكى بعض الصحابة عند الموت، فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول: إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. وقال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركتني لا أفرح أبدا. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم طول الليل قابضا على لحيته يقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ قال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء. الأول: خاطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. والثاني: حين خلق في ظلمات ثلاث، فنودي الملك بالسعادة والشقاوة، ولا يدري أمن أهل الأشقياء هو أم من السعداء. الثالث: ذكر هول المطلع، ولا يدري أيبشر برضا الله أو بسخطه. الرابع: يوم يصدر الناس أشتاتا، ولا يدري أي الطريقين يسلك به. قال سهل التستري: المريد أي طالب العلم يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر، يعني إذا اتسع علمه وكبر يخاف على نفسه الكفر. ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر. كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، يقلبها كيف يشاء.
خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس، وخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله تعالى من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. فأسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قل: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي واذهب غير قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحيتني. قال في سنده شهر بن حوشب وفيه كلام. قال: وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. انتهى كلام رجب على هذا الحديث. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.